صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر هذه من القضايا اللي فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وحديث سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين فقام فصلى ركعتين. هذا الحديث يعني دال على صلاة هاتين الركعتين وأن المسلم إذا دخل المسجد مطالب بصلاة هاتين الركعتين، والله أعلم.